السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متتبعي العزيز ديالنا، كنتمنى تكونوا بخير على خير، ونتمنى والله يعطينا الشتاء قد النفع إن شاء الله. تساقطات مطرية مرتقبة في التالي ديال هذه السيمانة إن شاء الله، تعم المغرب كامل بسم الله على بركة الله. نبدأ الفيديو ديالنا كما كتشوفوا، اليوم جبنا لكم أبقار هولشتاين مستوردة من نوع الحلوب هولشتاين المعروف بالحليب، اختصاص ديالو الحليب. بالنسبة لهاد الأبقار راهم بوراقهم كل شيء مستوردين، اللي مهتم يتواصل معنا وما يكون غير خير إن شاء الله. يعني هاد البقر دارين شهر 7 و8، الثمن ديالهم ثمن جد مناسب، هو 25,000 درهم، يعني 2,500,000 أو 500,000. اللي مهتم يتواصل معنا، اللي بغى كمية كبيرة نقدروا نصوبوا معاه أكثر شي شوية، وهادشي اللي كاين. وما تنساوش ديروا اشتراك في القناة، اللي كيعجبو المحتوى يزيد معنا، واللي ما كيعجبوش مرحبا به. يلا نخليكم إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.